سؤالي بقى سؤالي، مباراة امبارح، مباراة الزمالك وبيراميدز، مباراة كبيرة نادي الزمالك. قبل ما نخش في امور فنيه وتكتيكيه وازاي فيريرا ادار هذه المباراه وازاي تاكيس ما كانش عنده رده فعل وازاي لعيبه الزمالك تالقوا، هل المباراه بتاعت امبارح دي حسمت اي شيء؟ بنسبه 75%. انت المنافس اللي ليك بيراميدز فرقت عنه 7 نقط دلوقتي. المنافس التقليدي بتاعك النادي الاهلي لو كسب الاهلي الماتشين بتوعه، الزمالك لعب 28 الاهلي 26، صح، هيبقى فرق 5 نقط برضه في اخر 5 6 ماتشات، ده 5 نقط كتير. فانا شايف ان الموضوع اتحسب بنسبه 75. الكره مش مضمونه طبعا، النادي الاهلي ما بيرميش الفوطه بسهوله، ما بيستسلمش بسهوله، ولكن اللي شفته امبارح من اداء لعيبه الزمالك وجمهور الزمالك واللعيبه اللي بره في الاحتفال بعد الجون واللي بيلعب زي اللي ما بيلعبش، والروح دي بتجيب اي بطوله. يعني احنا بنشوف حاجات صغيره يمكن الجمهور عادي ما ياخدش باله ان الجون الاحتياطي لما ينزل وشيكابالا يقعد يشجعه. انا شفت منظر لعبد الله جمعه واقف بيدي كلام للعيبه وعمال يسقف لهم، المفروض ان عبد الله جمعه لعيب بيلعب، صح، فلما يقعد احتياطي وما يلعبش خالص ويبقى روحه كده، ده نجاح للمنظومه كلها. دي تفرق كتير، وده من اسباب ان الزمالك احرز كاس مصر وفي طريقه ان هو ياخد الدوري. ولكن 75% نسبه كبيره. يمكن امبارح شفت جمهور الزمالك الزئير بتاعه ما سمعتوش بقالي كتير. انا امبارح انا عن سهوا يعني قلت حتى ان انا هتكلم كتير عن جماهير نادي الزمالك، ولكن جماهير الزمالك بنفس حاله الفوقان بتاعه اللعيبه والجهاز الفني. ايوه، جماهير الزمالك في الفورمه. امبارح جماهير الزمالك صوتهم ملعلع، جماهير الزمالك صوتهم وحماسهم وثقتهم في الفريق ودعمهم للفريق حتى في الظروف الصعبه حاجه مثاليه. ده العادي انا عارف بتاع جماهير نادي الزمالك، ولكن كمان هم في اعلى فورمه ممكنه. بالظبط. بص يا كابتن، لما الجمهور ذواق، لما بيشوف اللعيب بيموت نفسه، صح، اللعيب بيأدي، اللعيب بيتماسك، فهو كمان بيأدي، عارف انت، بيبدع. والله بينبسط. لما بتنبسط خلاص حماسك بيطلع، ما بتهبطش. بالظبط كده. فهي بنسبه 75%. وده طبعا حاجه انجاز لنادي الزمالك طبعاً في الظروف اللي هو فيها. ايه رايك في فريرة؟ لا مدرب. لا مدرب، واللي عاجبني فيه ان هو باي قماشه بيشتغل. مش لازم ابقى جايب لعيبه سوبر واجيب لك لبن العصفور وتكسب. صحيح. لا، المدرب الشاطر بيبان ان عنده يعني القماشه مش جامده قوي، بس هو بيفصل بدله كويسه. ممكن يبقى عندك لعيبه كويسه قوي. مش عايز اضرب بمثل بيراميدز دلوقتي، خلينا لما نخش على بيراميدز. اللعيبه بتاعت نادي الزمالك لا، بتعرف تجيب جون وبتعرف تدافع. باقل امكانيات. لا، زمان الزمالك، او مش من زمان يعني، من سنه، من سنه كمان. اقل من سنه، اول الموسم، اللي الثلاثه بيروحوا عليه بتخش 2، صح، لما بيروح ب4 5 كور ممكن يجيب واحده وممكن ما يجيبش. صح. دلوقتي راح ب3 كور امبارح، جاب ال3 كور، صح، جه عليه حوالي 4 5 كور ما دخلوش. مظبوط. التوفيق بيدي لمين يا كابتن؟ التوفيق بيدي للمجتهد، التوفيق بيدي للعداله، للناس اللي بتعدل، الناس اللي بتلاعب ما عندهاش نجم، ما عندهاش واحد يتنمرد عليا، فاهو باي حد بلعب. اقول لك حاجه كمان بشوفها مش جديده بس مش كتير بتحصل في نادي الزمالك، انه لا، نادي الزمالك اهم من اي لاعب. دي انا شايفها بشكل واضح دلوقتي، انه مفيش نجم. انه هتيجي تقول لي طارق حامد هيمشي، ورغم طارق حامد ده مؤثر كبير جدا طبعا، امشي. محمد ابو جبل واحد من افضل حراس كاس الامم الافريقيه هيمشي، اتفضل. اشرف بن شرقي ماشي، اتفضل. ونجم ماشي، اتفضل. يعني مفيش ازمه. زمان كان الزمالك يقف، لا يقف على لاعب، يبقى في ازمه انه لو مشي دوت احنا متاثرين واحنا عندنا مشكله. ده حقيقي. وده بيدي ثقه للاولاد اللي بيلعبوا، ان انا ممكن العب باي حد، وبديهم الثقه، فالعيال بتبدع في الملعب. مش بس كده بقى كمان يا كابتن، انا بتناقش معاك، انه كمان بيديهم روح. ان انت اكيد مش، مع كامل الاحترام لكل اللاعبين الموجودين، بس الشباب الصغير ده انت مش اكيد مش عارف من طارق حامد وتاثيره وامكانياته. لا لا لا، بس ده احنا استغنينا عن طارق حامد، او يعني وافقنا ان طارق حامد يمشي. ايوه، لو انت ما لعبتش كويس هتمشي، اكيد هتمشي. ده طارق حامد سيبته،
فانت مش هتبقى مهمه بالنسبه لي. دي الميزه الفرق الكبيره يا كابتن، صح. ما بتقفش على حد، صح. واللي بيحاول يرفع كتافه على النادي بيقولوا له شكرا. ده بيلم اوضه اللبس جوه، بيخلي اللعيبه الروح بتاعتها عاليه جدا، صح. بيحبوا الفلنة بتاعتهم، بيخافوا على مكانهم، وبيخافوا على مكانهم فبيلعبوا، صح. دي مهمه قوي. المكسب بيجيب مكسب، والثقه بتجيب ثقه، صحيح. الزمالك مش احسن حالاته فنيا، الزمالك الشوط الاول ما لعبش بوستين، الشوط الثاني راح بكور، بس برضه يعني الفكره انك تلعب على الامكانيات اللي موجوده. ممتاز ممتاز، وده نجاح فييرا كابتن، موظف اللعيبه كمان كويس قوي. حمزه المسلوسي كان في كل ماتش صح، بيعمل 3 4 كوارث، دي حقيقه. النهارده لا، متماسك وبيدافع صح وبينقل الكره صح. نجوم المباراه امبارح، ده حقيقي، صح. هقول لك مين تاني، واحد زي سيد عبد الله، سيد نيمار. وبعدين الميزه في الفييرا ان هم قالوا له في ولد اسمه نيمار في الناشئين، قال لهم انتوا جايبين لعيب برازيلي؟ فقالوا له لا، ده سيد عبد الله، قال لهم اسمه سيد. ما هو الراجل مش عايز يرسخ في 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 في, في دماغ الاولاد. أيوة. انا ما عجبتنيش المذيع امبارح. ومتيب على حسام عبد الله، لا مش لسه، متيب ايه دلوقتي؟ ده لسه بقى له ربع دوري، ده لسه ما بقالش ماتشين ثلاثه، صحيح. فنهدى على العيال دي. الواد يعني الواد كويس جدا، ولاعيب كويس جدا، وادى صوره عظيمه جدا، عشان هو في كاس الرابطه كان في انتقادات عليه كبيره، بس هو شايل مع المدافعين. ده مساك على كيفك، ده مساك كويس، صح. بس نهدى عليه، مش متيب. صح. يعني في مصطلحات كده لازم نهدى على الاولاد دي شويه. شوف انا بقول لك، المدير الفني قال لهم لا مش نيمار، اسمه سيد.